أسعد الله صباحكم مشاهدي شوف تيفي إلى جولة الصحف الوطنية لنهار اليوم. نبدأ جولتنا في رصيف صحافة الثلاثاء من أخبار اليوم المغربية التي كتبت أن سفريات المستشارين البرلمانيين التي بلغت خلال الأربع سنوات الأخيرة 186 رحلة خارج المغرب كلفت ما يفوق 2,600,000,000 سنتيم بمعدل 650 مليون سنتيما سنويا، منها 340,000,000 سنتيما للنقل و210 ملايين سنتيما للتعويضات عن مهام في الخارج، مضيفة أن عدد من المستشارين يعتبرون هذه التعويضات هزيلة ولا تراعي الفوارق بين رحلة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبين تحرك نحو دولة كتونس. ذات اليومية قالت إن تقريرا استخباراتيا أمريكيا كشف أن الإنفاق الحربي المغربي سيصل إلى حوالي 3.8 ملايير دولار أمريكي في عام 2014 وأنه سيزداد بنسبة 4.42% ليصل إلى 4.5 ملايير دولار سنة 2018. ذات التقرير أرجع هذا النمو المتوقع في نفقات ميزانية الدولة إلى خطط تحديث تنهج تواجه الحكومة المغربية أمام تزايد التحديات التي تواجهها الدولة والتي تتعلق بالاتجار وتهريب البشر والمخدرات وتعزيز الأمن الداخلي للبلاد. أما الصباح فقد قالت إن وزارة الداخلية ستفرج قريبا عن لائحة جديدة بأسماء رؤساء جماعات ونوابهم صدر في حقهم قرار العزل بسبب التلاعب في مالية الجماعات، مضيفة أن المجموعة الثانية من لائحة العقوبات تهم منتخبين على رأس جماعات ترابية بعضهم يجمع بين رئاسة الجماعة المحلية وعضوية مجلس النواب خلال الولاية الانتخابية الجارية. الصباح أشارت أيضا لنجاح أول عملية تغيير صمامات القلب دون جراحة بمصحة القلب وشرايين أجدال بالرباط. العملية أجريت لصالح رجل سبعيني يعاني تشمعا في الصدر يصعب معه اللجوء إلى الجراحة. وإلى يومية الأخبار التي تطرقت لاستدعاء قضاة بفاس من طرف ابتدائية الرباط قصد الاستماع إليهم في قضية الأمريكي من أصل مغربي المتابع في 6 ملفات جرحية تلبسية. ومع الأخبار دائما التي أوردت أن بلدية مارتيل قررت الطعن في الحكم الابتدائي التي أصدرته الخميس الماضي المحكمة الإدارية بالرباط والقاضي بدفع تعويض مالي يناهز 11 مليار سنتيما لفائدة زوجة وابنة سجين يقضي عقوبة حبسية بسجن عكاشة بالدار البيضاء على خلفية تهم وتتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية قراءة الصحف الوطنية، نشكر لكم طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.